السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله أمورك تمام والأهل كويسين وإن شاء الله أمور بتصير الأحسن. أنا حقرأ دعاء لروح الوالد محمد مهدي يكسل لجميع الناس اللي توفوا من هالدنيا، الله يعلي مقامهم. طبعا أكيد ندعي لكل الناس العايشين، الله يجيبكم الخير والرزق لكم قبل ما يجيب لنا، نفسيا ماليا اجتماعيا اقتصاديا اخلاقيا ايمانيا، اهم شيء ايمانيا يجيبكم اياه قبل ما يجيب لنا، يعطيكم الف عافيه. اذا ما شفناكم بالعيون نشوفكم بالقلوب ان شاء الله. بكره انا مسافر على الاردن، بكره يوم الاحد الموافق 4/9/2022. إذا حدا بده يبعت شيء للأردن أو يجيب إشي يخبرني على الخاص. هنقرأ دعاء لارتقاء روحه ولجميع اللي توفوا من جميع الأديان جميع المذاهب، يعطيكم ألف عافية. يا إلهي، هذا عبدك وابن عبدك الذي آمن بك وبآياتك وتوجه إليك منقطعا عن سواك، إنك أنت أرحم الراحمين. أسألك يا غفار الذنوب وستار العيوب بأن تعمل به ما ينبغي لسماء جودك وبحر أفضالك، وتدخله في جوار رحمتك الكبرى التي سبقت الأرض والسماء. لا إله إلا أنت الغفور الكريم. سلم إيديكم وقلبكم، الله يحفظكم ويقويكم جميعا. مع السلامة.